سلمك الله وشكرا لجنابك وللقناة الموقرة، وشكرا لإخواننا من المشاهدين، وأيضا الإخوة الذين يعلقون كالذي يقول ما هو مرجعك، ما هي المراجع التي تتحدث منها. طبعا مثل هذا قد يكون هو يعني اطلاعه كله على الجرائد اللي يشتلها من المكتب يروح بها البيت ويحطها زيد في البيت السفرة، أو شايف المعاذ في جرائد الحين ويبغى العلم لا يأتي في كاسة ويصب في حلق الإنسان. العلم بالبحث والدراسة وفي أمهات الكتب، إما بالسفسطة وبالكلام وكذا. وبعدين الإنسان اللي ينقد الإنسان لا ينقده شكلا، لأنه شكله اللي خلقه الله سبحانه، وخلقه أسمر أبيض أصفر طويل عريض، لكن انقد المعلومة إذا أنت بتنقدها. قل قال، عندك استعداد يا دكتور استقبال ال عندي. قل قال مثلا إيفا، لم نعرف هذا أو لم نسمع به، لكن لا تقول غير حقيقة. أيوة. ثم إذا أنت تريد العلم فلا تقول من أين جبت هذا الكلام أو ما هي المراجع. طيب يمكن أنت ما عندك المتوسطة حتى تقول لي أعطيك المراجع. طيب إذا كانت مراجعي بس أنت يعني إحنا بنعطيهم فرصة يا أبو. إذا كانت المراجع مثلا في النسب، عندي أنا عندي في مكتبتي 300 كتاب في الأنساب، تيجي تقول لي مثلا في نسب كذا من وش هو؟ ما هو صحيح الكلام ده. لكن احنا متعودين، بالنسبة لي انا متعود على هذا. طيب يا دكتور،